هعمل لكم التاكو ساندوتشز بالبيف ومعاها كمان سلطه الجوكمالي. تعالوا نبتدي الاول بالتاكوز ونشوف مقاديرنا ونبتدي فيها على طول. اول حاجه انا عندي للتتبيله بتاعه الستيك معلقتين شطه باودر، معلقه اوريجانو مجففه، معلقه كمون، نص معلقه ثوم مفروم. عندي 750 جرام شرايح لحم ستيك، عندي 12 رغيف تورتيلا. تعالوا الاول نبتدي نتبل مع بعض اللحمه قبل ما نحطها على الشوايه. زي ما قلت لكم قبل كده يستحسن لما نيجي نتبل اللحمه نتبلها من بدري شويه عشان التتبيله كل ما بتقعد فيها كل ما بيبقى طعمها احلى. انا التتبيله اللي انا حطاها دي تعتبر اسمها دراي راب او تتبيله جافه عشان تخش في نسيج اللحمه، مش هحط عليها زيت دلوقتي. وقبل على طول ما اشوي اللحمه لو عايزه ازود زيت على اللحمه ازود او على الشوايه او الطاسه اللي هستعملها. هقلب الثوم بس مع كل البهارات، طبعا هحط كمان ملح وفلفل، مش هزود ملح قوي عشان مش عايزه اعطل سوى اللحمه. فلفل اسود، هنزل بقى اللحمه في الدراي روب ده وادهنها كويس بيه قبل ما انزلها على الشوايه. كل زي ما قلت لكم كل ما اقدر اسيبها في التتبيله دي كل ما هيطعم اللحمه هيبقى احلى بكتير. هنشوي اللحمه الاول وبعدين هنسيبها تهدى شويه على ما نعمل الجوكمولي، وبعدين هنقطعها شرايح قبل ما نزودها على الجوكمولي جوه عيش التورتيلا. كده اللحمه بتاعتي كلها اتبلت كويس. هحط شويه زيت الاول على الشوايه خفيف. وهنزل اللحمه على طول عليه طبعا عشان وقت البرنامج، لو انا اقدر هسيبها في التتبيله دي اكتر وقت. مش هحرك اللحمه خالص عشان انا عايزاها تاخد لون حلو من اول ناحيه. بعد ما تاخد لون وتبتدي تستوي شويه هبتدي اقلبها على الناحيه الثانيه. دقيقتين ثلاث دقايق تقريبا قبل ما اقلبها. اللحمه بتاعتي خلاص تقريبا خلصت، انا راح انقلها على نار هاديه شويه نعمل جوكمالي وبعدين نقطع اللحم. طيب تعالوا نشوف مقاديرنا الاول. انا عندي 2 افوكادو، عندي ربع كوبايه ساور كريم، عندي معلقه عصير ليمون فريش، 3 معالق كزبره خضراء مفرومه، ليمون متقطع ويدجز، وعندي بصلايه مفرومه برده صغيره. يا لو بصلايه حمراء يبقى احلى بكتير. طيب الجوكمالي من الحاجات المفيده جدا جدا جدا، بس هي طعمها ما بيبقاش باين قوي من غير ما نضيف لها حاجات تديها طعم زي الكزبره الخضراء وزي البصل والليمون طبعا. فهقطعه معاكم، ولازم لما يتقطع يتحط عليه على طول عصير ليمون عشان ما يغمقش. هقطعه معاكم وهنعمل دريسنج مع بعض. تعالوا الاول نبتدي بالدريسنج ونخلط كل حاجه ونسيب الافوكادو للاخر علشان ما يسودش. خليني اجيب حاجه. نعمل فيها الدريسنج، هحط فيها البصل، البصل نفسه هنزله في الدريسنج هو والبقدونس، يدوا طعم وياخدوا من طعم الدريسنج. ساور كريم، هحط بقى على الدريسنج ده زيت زيتون وهحط كمان عصير ليمون. هحط عصير ليمونتين تقريبا. وهقلب كل ده مع بعضه كويس قوي. وهو ده الصوص اللي هنحط فيه الافوكادو. هزود له شويه ملح.
تعالوا بقى نقطع الافوكادو مع بعض. طبعا الافوكادو لازم يكون طري، ما تستعملوش، ما تفتحوش الافوكادو لو لقيتوها لسه ناشفه. لو لقيتوها لسه ناشفه حطوا عليها اي كيس او ورق جرايد وحطوها في المطبخ حتى ما تبقى الشمس، تاني يوم هتلاقوها استوت وتقدروا بساعتها تفتحوها وتستعملوها. نعملهم بالشوكة، هيحط عليهم شوية زيت زيتون صغيرين، معلقة صغيرة خالص، هنجيب الشوكة ونهرسهم مع بعض. أنا مش ههرسهم لحد ما يبقوا مية خالص عشان أنا عايزة يبقى فيه شوية عضة في الأفوكادو جوه السلطة. تمام، هزوده بقى في السلطة. هقلبه معاها كل التتبيلة اللي احنا عملناها كده. الكوكومالي بتاعنا جاهز. اوكي، تعالوا بقى ننضف شوية ونجيب اللحمة نقطعها مع بعض. اللحمة استوت طبعا، زي ما قلتلكوا سبتها تبرد شوية الأول قبل ما اقطعها علشان ما تنزلش العصارة اللي فيها وتنشف. طعمها بيبقى أحلى بكتير لما بتسيبوها تبرد شوية بعد ما تستوي. اي نوع لحوم لازم نسيبها تبرد شويه. هاخد بقى التاكوس بتاعنا، هحط فيه الجواكمولي، سلطه اللي عملناها افردها، وهحط فيها الستيك المشوي. شويه تاني من الجوكمولي، ومعاها شريحه ليمون. تعالوا بقى نكرر الموضوع ده تاني.